أغنية ويجز في كأس العالم قطر 2022. يمكن ناس كتيرة جدا مستغربة ازاي ويجز، او في الاخر وقع اختيارهم على ويجز ان هو يغني أغنية لقطر 2022. ناس كتيرة كانت بتقول حسن شاكوش او حمو بيكا او عمر كمال او الناس دي هي اللي هتغني، ولكن في الاخر اختار ويجز. ليه ويجز؟ اختيارهم لويجز كان موفق جدا وكان حاجة حلوة جدا، علشان هو مصري وعارفين ان المصريين مؤثرين جدا في البطولة. والحاجة التانية ان ويجز بيغني نوع او بيغني بطريقة ناس كتيرة مش مختلفة عليها، مش جايب حليم معاه في الفيديو، مش شايفين عوري خالص في الفيديو، شايفين ان الفيديو كلامه مفهوم وهادي جدا، شايفين ان هو اختيار فعلا كويس. خلينا في الاول متفقين ان ويجز الاغاني اللي هو بيعملها مش معظم الناس بيحبوها او هو ليه جمهور معين، وخلينا برضو متفقين ان كرة القدم معظم جمهورها بيكون شباب. بعيد طبعا عن ان انا عارف ان في ناس كبيرة في السن بتحب الكرة، وعارف ان في ستات بتحب الكرة، وعارف ان في ناس بتحب الكرة ممكن تكون ما تعرفش ويجز من الاساس، ولكن هما يعني فضلوا الأغلبية أو النوع المعين من الأغاني اللي طلع جديدة، بحيث إن هم يكونوا بيغيروا من شكل الغنى في كأس العالم. وفي الأول وفي الآخر أنا عارف إن كل واحد مننا ليه رأي مختلف، بس الحاجة اللي مش هنختلف عليها إن الفيديو كليب اللي عجبنا فيه أو اللي مميزه عن أي فيديو كليب تاني إن مفهوش عري ولا فيه حريم خالص أو فيه حاجات ملفتة للنظر عموما. ودي كانت خلاصة الموضوع. مش هشرشك في القناة، وتنسى لايك للفيديو، وأهم حاجة رأيك في الكومنتات تحت. سلام.